سلام، بعد ما وصلت الفيديو الرابع ديالي قررت ندير لكم كين ايه لحد هذا البوست الفيسبوك. قلت لكم سولوني وانا غنجاوبكم في فيديو. اختارت 10 الاسئله وغنجاوب عليهم. يلا نبداو بالسؤال. السؤال الاول من عند يونس بابلال، شنو هو البيت ديالك في الحياه؟ انا الهدف ديالي في الحياه هو النجاح ونضمن المستقبل ديالي ان شاء الله ندي ولي ديالي. ثاني من عند عمران، شكون الاغنيه اللي كتعجبك في الراي الوجدي؟ اصلا انا ما كنتسنت للراي الوجدي وعنديش. السؤال الثالث من عند وفاء، شنو هو اكثر لقب ما كتحملش يلقبك به شي واحد؟ صراحه كاينين بزاف الالقاب عشان نقول لكم كل واحد. السؤال الرابع والسواليت كيقول، اشنا هي الامنيه ديالك في الحياه؟ الامنيه ديالي في الحياه هي النجاح في الدراسه. السؤال الخامس عند الحسين، شنو هو الرابو اللي عزيز عليك في المغرب؟ صراحه كاينين بزاف تروفا، ولكن نقول لكم صافو. La bonne femme, les trolls, l'un des périmètres. Double ton papa, t'es jamais roi, pas roi, ouais, t'en l'a décibel. Faut qu'il t'aime, ciao, 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 ciao. سؤال 7 من عند شيكا لوكا، واش عمرك تخاصمتي مع شي استاذ؟ واحد استاذ ديال الفلسفة. صراحة ما درت ليه والو صراحة، ولكن وقعوا شي مشاكل وصافي. كان بغا يدير ليا التقرير زعما، جا عند المدير مشى عند المدير تاعنا مشى. المهم بلا ما نعاود لكم التفاصيل. السؤال السابع من عند عبد الاله العلوي، اش من سنة وانت كتحب فريق الرجاء البيضاوي؟ تقريبا 2007 2006 شي 15 سنة وانا كنموت على الرجاء. والسؤال 8 من عند الفتى الرجاوي، هذا شولدرز جديد بيزيل القشرة من أساسها وبيخليك 100% بدون قشرة، ما تخلي القشرة تحكي عنك. السؤال 9 من عند محمد الطالحي، واش عمرك حبيتي؟ إلا كتقصد شي بنت، لا لا كتقصد اي واحد اللي بالعائلة. والسؤال الاخير من عند عبد الرجاوي، واش انت سيليباتير ولا اون كوبل؟ انا سيليباتير. يلا اخوتي، حلقة ديال كيو ان اي سالات. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، ديروا لايك 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 الفيديو، دخلوا عندي الانستغرام هو. يلا بنزا لا بون فام، لي ترول عندي بيريمات. دبل دو بابا دش عمر روا با خوي، ويس طلع الديسيبال. فلوكي دير مشاو جاو جاو جاب فامي نوت وخافو.